والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول السلام ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل حبيباتي. صحة فطوركم أو صحة سحوركم. راكم تشوفوا هاد لي تارتلات، شوفوا كيفاش خفاف وجاو هايلين. وكنقول لكم بلي انا حضرتهم بدون عجينه، سون بات ني بات بريزي ني بات سابلي، وجاو هايلين. تحليه راقيه بريزونطابل وبزاف بنينه وسهله التحضير. اذا حبيباتي، هذه التحليه الرائعه اللي تفرحوا بها افراد عائلتكم وضيوفكم في سهراتكم الرمضانيه، ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو للاخر باش تحضروها وتفرحوا عائلتكم. اذا حبيباتي، بدون اطاله شاهدوا الفيديو للاخير ويلا نبداو على بركه الله في تحضير هاد لو ديسير اللي بزاف بنين. بسم الله. هنا تاخذوا اي نوع تاع بسكوي او جاتو اللي تحبوه وتفضلوه. انا عندي هدايا سما دوكا نديرو في اشوا ولا في رحايه كهربائيه، نرحيه كامل حتى يولي غبره ولا اون بودغ. فوالا، الوغ هذا هو القوام تاعو، هكذا يولي. انا ذوبت شويه مارغرين، لا مارغرين سي على حساب البسكوي، كميه البسكوي اللي درتوه. هنايا المهم لازم ديروا شويه بالزايد. علاش؟ باسكو لازم يكون عجينه، لازم يكون اون بات، ما يجيش مرمل، يجي اون بات يولي عجينه. فوالا، الوغ هذا هو القوام اللي لازم يكون بهذا الشكل. الوغ هنايا نخدم انا لي فون دو تارت تاعي. نتوما تاخذوا اي نوع تاع لي فون دو تارت اللي يساعدكم. انا شوفوا باش ما نكذبش عليكم، نورمالمون خرج لي 8 ولا 9 على ما اظن. هكذاك فوالا، هاد الكميه عطات لي هكذايا باكي واحد تاع بيسكوي، عطاني 9 نورمالمون. فوالا، خدموهم بهذه الطريقه. انا كان عندي لا فريز و لي بانان، ما كانش عندي كميه كبيره، كان عندي كميه قليله. الوغ نقطعهم هكذا يا صغار، ندير شويه برك في لي فون دو تارت من التحت، ونفس الشيء بالنسبه لي بانانا والموز. نتوما اي فاكهه عندكم ولا نيمبورط كيل فروي عندكم تقدروا تستعملوه، ونخلي سي نورمال شويه للتزيين. هنا ناخذ زوج مغارف تاع ماكله شوكولاته الطالي ولا دو كويغا سوب باتاتا تارتيني. فوالا، وندير عليها تلت مغارف تاع ماكله بودرة الشونتيي ولا شونتيون بودغ. بالنسبه للحليب نستعمل ميم با كاس، لكن ناخذ كاس بارد هكذا وندير بشويه بشويه ونقعد نضربها بالباتور. فوالا، بهذا الشيء حتى نتحصل على القوام اللي نحبو انا ونفضلو هكذا باش لا شونتيي تاعكم تنجح لكم. فوالا، دوكا هنايا نديرها في بوشادوي ونعمر لي تارتلات تاوعي بهذا الشكل. وجوست بعد ما نعمرهم كامل نخليهم في التلاجة يبردوا، هي اقل شي ساعتين. انا درتهم هكذا قبل المغرب، درتهم على العصر، والتزيين درتو بعد العشاء. فوالا، ولا بعد التراويح. هذه هي، شوفوا التزيين حبيباتي، ذوبت شوكولا وراني نزينها هكذا من الفوق، نزينهم كامل بهذا الشكل. نتوما التزيين يرجع لكم، لكن انا هذا الشكل جاني بزاف شباب ما شاء الله تبارك الرحمن وراقي. فوالا، وهنا ندير حبيبات شوكولا ولا شوكولاتة اون بودغ غابي ولا دي بيبيتو شوكولا صغار. هادوك اللي هادوك الحبيبات الصغار تاع الشوكولا ديروا واش تحبوا. هنا قطعت هكذا لا فريز باش نديكوري بها، وندير لا ميم شوز ثاني لي بانان او الموز، ندير كيف كيف نفس الشيء. و فوالا، ودوك ندوب شويه على جولي باش نحطهم فوق لي فروي هادو ولا فوق الفاكهه او الناباج هكذايا، باش ما يتبدلش اللون تاع لي فروي ديالي، يقعدوا بهذا الشكل وبهذا اللون. فوالا، دوك تشوفوهم حبيباتي مع بعض في طاوله التقديم.
هادو هما لي تحتلات التوعية اللي حضرتهم ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا جاو بنان صدقوني، وشافوا شابين سهلين باش ديمو ليهم. شوفوا كي تبرد تتنحى فاسيلمون لو مول تاعها، تجي ما شاء الله اوراقيه وبزاف بريزونطابل. شوفوا كي نقسمها شوفوا شحال خفيفه وتجي بنينه. اذا حبيباتي بهذا لحقنا نهايه الوصفه تاعنا ونهايه الفيديو تاعنا. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى او فيديو اخر. ما تنساوش دعموني بلايك وكومنتير. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.